اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. النهارده ان شاء الله حلقه صيامي بمناسبه كل سنه طيبين عيد الاخوه المسيحيين قرب، فالصيام قبليه هيصوموا انا عارفه 45 يوم، بس الصيام ده هيبقى اخف شويه عشان فيه سي فود. فان شاء الله النهارده هنعمل حلقه صيامي، هنعمله وصفات حلوه جدا، وصفات حلوه وسهله، وممكن احنا نعملها وممكن هم يعملوها، يعني مش قاصره عليهم، بس بالعكس يعني حتى الحلو بتاع النهارده مش عايزه اقول لكم هو حلو قد ايه. اول حاجه هعملها سلطه بالعدس والمكرونه، حلوه قوي مغذيه، ممكن تنفع لو انا هقدمها، ممكن يعني تبقى وجبه متكامله ما احتاجش جنبها اي حاجه تانية. المقادير بتاعتي كوبايه عدس اسمر اللي هو ابو جبه مسلوق، وانا بسلوق هحط معاه شويه ملح وكمون. اوكي، يبقى كوبايه عدس اسمر مسلوق، نص كيس مكرونه مسلوقه، نص حبايه كابوتشا مفرومه خشن. اللي بالناس اللي بتسالني على الكابوتشا، هي الخس المدور، خس فرنجي بيبقى شبه الكرنب شويه كده مدور. لو انت عايز تستعملي الخس العادي مفيش مشكله، بس كده هتستعملي بقى خصايه كامله. حزمه جرجير، نص سوري تلت كوب كزبره خضراء مفرومه، جزره كبيره مبشوره، بصله كبيره شرايح، حبه طماطم كبيره مكعبات. والدريسنج بتاعي بتاع السلطه عباره عن 3 فصوص ثوم، معلقتين خل بلسميك، ومعلقه دبس رمان، وزيت زيتون. اوكي، الرمان من غير واو. كوبايه عدس اسمر مسلوق، هسلقه مع ملح ومع كمون. الكمون علشان الانتفاخات، عشان العدس بينفخ البطن، فالكمون بيمص الغازات من العدس. نص كيس مكرونه مسلوقه، نص حبايه كابوتشا مفرومه خشن، حزمه جرجير، تلت كوبايه كزبره خضراء مفرومه، جزره كبيره مبشوره، بصله كبيره شرايح، حبه طماطم كبيره مكعبات. والدريسنج بتاعي 3 فصوص ثوم، معلقتين خل بلسمك، معلقه دبس رمان، وزيت زيتون. لو ما عنديش خل بلسمك ممكن استعمل الخل العادي او الخل الاحمر. البصل بس انا هديله تقليبه في معلقه زيت عشان يطرى ويتحمر بسيط. اوكي، البصل بس. طبعا العدس مسلوق والمكرونه مسلوق. خلاص، هاجي بقى اعمل ايه، هقلب كل مكونات السلطه مع بعضها، مكرونه، العدس، ميه العدس اللي اتسلق فيها بتتكب يا جماعه، اي بقول اي بقول انا هسلقها ما استعملش الميه بتاعتها خالص، اكبها واحط لها، لو انا هستعملها في حاجه بعد كده هحط لها ميه جديده. طبعا هنا مش هستعمل ميتها ان انا عامله سلطه، بس مثلا هعمل كشري، هعمل حرق اصبع، وهعمل اي حاجه ما استعملش الميه اللي انا سلقت فيها العدس. وادي الكزبره الخضراء بتدي طعم حلو قوي في السلطه دي، طماطم مش كتير، بس لو انت عايزه تكتري ممكن تكتري، بس هي بتبقى طماطميه واحده. وادي الخس، هاجي بقى الجرجير، مش هفرمه، هقطعه كده مثلا ثلاثة. وبعدين البصل، بصوا يطرق ويبتدي ياخد لون ذهبي، انا مش عايزاه محمر يكون بني، لا اهو بصوا كده اهو، ياخد لون غامق شويه ويطرى، ما يبقاش طعم البصل مقرمش بس يطرى. وبعدين هحطه، بسم الله، عليها. اتوصى هنا بقى في السلطه اجيب شويه زيت الزيتون، يعني اكون كريمه في زيت الزيتون ان هيديني طعم حلو. اجي يعني حوالي تلت كوباية زيت زيتون، هحط معاها دبس الرمان. طبعا الرمان موجود الايام دي، احنا ممكن نعمل دبس الرمان ونشيله في ازايز، هو سهل ما فيهوش حاجه، وموجود في السوق وسعره رخيص مش غالي، موجود في كل السوبر ماركت. وادي الخل البلسمي، وادي الثوم، طبعا هحط ملح معاها اساسي، يعني حتى الوصفه لو مش مكتوب فيها ملح لازم ملح، يعني مش لازم نكتب ملح، بس هو الملح اساسي يعني على قد مكونات السلطه كده اهو. لازم اخلط الاول الدريسنج كله بره لوحده، وبعد كده اهو هحطه على السلطه، بس انا هقلب السلطه الاول عشان تتخلط كويس، الوانها حلوه وطعمها بيبقى حلو قوي. ممكن طبعا لو عايزينها حراقه نحط معاها قرن فلفل حراق، مش هتقول لا، هتبقى حلوه، او شويه شطه في الدريسنج برده هتبقى حلوه. مش عايزين حاجة حراقة، خلاص اوكي كده اهو. وهحط الدريسنج عليها. الدريسنج ده لازم يتحط على السلطة قبل التقديم بحوالي نص ساعة،
علشان تشرب منه. يعني في سلطات بحط الصوص عليها واقدمها على طول، لا دي يستحسن ان انا اخليه عليها نص ساعة قبل التقديم علشان تشرب منه كويس وتبقى طعمها حلو. هقلبها كويس وبعد كده اهو هحطها في طبق التقديم. سلطة حلوة مغذية وسهلة. لو انا مش صايمة وعاملاها عاجلة ممكن اعمل جنبها مثلا شوية فراخ مشوية، او اعمل سمك مشوي مثلا جنبها لو انا صايمة. خلاص بقت كده وجبة متكاملة مش محتاجة اي حاجة خالص نطبخها جنبها. دي وصفتنا الاولانية خلصناها. ممكن بقى نروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. احنا عملناها سلطة العدس والمكرونة، حلوة جدا جدا، لو جربتوها ان شاء الله فعلا هتعجبكم. هنعمل دلوقتي رز بالخضار ومكعبات السمك. رز حلو قوي وسهل ووجبة متكاملة كلها على بعضها. بس انا كنت عايزة اقول كده شوية نصايح وانا بتكلم، على بما ان حلقتنا النهاردة عن الصيام المسيحي. انا عايزة اقول ان لازم نهتم بالبرغل وبالمكملات الفيتامين بي 12، لان الصيام بيقلل من فيتامين البي 12 عندنا في جسمنا والبي بصفه عامه، فلازم اخد بالي من حاجه زي كده اهو. انا هبتدي الاول هحط البصل، بعد كده هقول مقادير الرز. هستعمل كوبايه رز بسمتي مسلوقه، ممكن استعمل رز الياسمين، اي رز حبته طويله، يعني رز بسمتي ذهبي ابيض، رز ياسمين، رز امريكي، اي رز حبته طويله هيبقى حلو في الوصفه دي. انا عايزه البصل يطرى شويه، فانا هستعمل حبايه فلفل، واحده حمراء واحده صفراء واحده خضراء، هقطعهم مكعبات. خلاص يبقى واحده حمراء واحده صفراء واحده خضراء مكعبات، بصلايه كبيره مكعبات. هستعمل معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره زعتر اللي هو الزعتر الدقه هيبقى حلو فيها، اربع فصوص ثوم، جزره كبيره مبشوره، معلقتين صويا صوص، ونص كيلو سمك فيليه مكعبات. السمك ده هكون متبله بملح وفلفل ومعلقتين صويا صوص ونص معلقه زعتر وفصين ثوم. من تاني المقادير بتاعتي عباره عن كوبايه رز بسمتي مسلوق، حبايه فلفل حمراء وخضراء وصفراء، فلفل رومي يعني حبايه من كل لون هقطعها مكعبات. هستعمل بصله كبيره مكعبات، هستعمل معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره زعتر، اربع فصوص ثوم، جزرايه كبيره مبشوره، معلقتين صويا صوص، نص كيلو مكعبات سمك فيليه. هكون متبله السمك الفيليه ده النص كيلو بملح وفلفل ومعلقتين صويا صوص ونص معلقه زعتر وفصين ثوم. خلاص انا عندي طريقتين للسمك، يا اما هحطه في الفرن، انا متبلاه مثلا ساعتين، بصوا هو نزل ميته، يا اما هحطه بالصينيه كده اهو في الفرن يستوي، يا اما هاخده تقليبه على النار في شويه زيت، بعد كده احط له الصوص بتاعه نزل منه. يا نرمين. نرمين، ايوه مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ ايه عايزه اسال حضرتك بخصوص طريقه سلطه المكرونه اللي عملتيها، بس عشان ما لحقتش الحلقه من اول. أوكي. وعايزه اسال حضرتك كمان بخصوص حلقه الخميس اللي فات، حضرتك عملتي بيتزا في صينيه الرخام. انا عارفه انه ممنوع نقول المكان اللي اشتريتي منه الصينيه على الهواء، بس اذا ممكن تخلي الكنترول يقولي من فين، لان انا اعجبت بالصينيه والقالب الخشب اللي حضرتك قلبتي عليه البيتزا. خلاص اوكي اوكي، في الكنترول ممكن يقولوا لك، بس هو المشكله ان انا لازم اقول الكنترول الاول، فهم ممكن ياخدوا تليفونك ونقول لك احنا جايبينها منين، مفيش مشكله. وهعيد لك السلطه من عينيا. انا هحط السمك يتقلب شويه، هحطه من غير الميه بتاعته، وبعد كده اهو هبقى ارجع الميه في الاخر. السمك طبعا ما بياخدش وقت كتير، بس معليش النار عليه علشان انا عاملاه مكعبات مش شرايح رفيعه عشان يستوي لي من جوه. خلاص يبقى انا متبلاه ساعتين.
كده اهو اهو، ومحتفظه بالتتبيله بتاعته. يا ناديه. ايوه الو. الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي، ازي حضرتك؟ دكتور انا عايزه اعرف طريقه العالم لعمل السلمون الفريش، طريقه بسيطه. السمك السلمون الفريش؟ ايوه. اوكي، من عينيا الاثنين يا حبيبتي، من عينيا الاثنين. انا حطيت الفلفل ملون على البصل، هحط الجزر كمان. وهحط الثوم، ادي الثوم كده اهو، هو محتاج معلقه زيت كمان. الرز زي ما قلنا مسلوق. هي على فكره البوز بتاعها صغير فبيتنزل خط رفيع قوي، علشان كده بننزل كتير. السمك اهو، اقلبه بالراحه علشان ما يخففش مني. وده الخضار اهي، لما تبتدي تطرى شويه هبتدي احط لها التوابل. انا طريت البصل لوحده الاول عشان انا عايزه البصل يبقى طري، يديني طعم البصل المتكرمل شويه. بعد كده حطيت الخضار. الخضار انا مش عايزاها تبقى طريه قوي، عايزاها تبقى واضحه كويس. هبتدي بقى احط ايه التوابل بتاعتي. ادي الزعتر، بابريكا، وادي الكركم. يا ام حسين. ام حسين، ام حسام، اكلات الجميله قوي، تسلم ايدك. الله يخليكي، تسلمي. كنت عايزه اسال حضرتك، بتقولي البحول ما نستخدمش الميه بتاعتها، فيا ترى ايه السبب؟ اوكي. وعايزه اعرف لو البطاطس زرعت نتصرف فيها ازاي؟ اوكي، من عينيا الاثنين. سؤال البطاطس ده حلو، احنا جاوبنا عليه قبل كده بس هقوله لك. خدي بالك ان البطاطس لما تبتدي تزرع ده معناه او يبتدي يبقى يبان فيها بطش خضرة كده اهو، ده معناه ان ابتدت فيها فطريات تتكون، مش باينه لنا، البكتيريا دخلت فيها ومش باينه قوي. معنى انها تزرع ان ابتدى يبقى فيها بكتيريا، فعلشان كده اهو ما يستحسنش ان انا استعملها. يعني في ناس بتشيل الاخضر ده وبتستعملها عادي، بس ما افضلش انك تستعمليها لان هي ابتدى يظهر جواها بكتيريا. طبعا هي بتبقى قليله في الاول حسب كميه التزريعه اللي طلعت عليها، بس برضو مالهاش لازمه، خصوصا لو عندك اطفال. اهي الخضار. هاجي اعمل ايه بقى؟ الرز بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، انا سلقاه بالراحه قوي، اقلبه في الخضار عشان انا مش عايزاه يتهري. بصوا انا الكركم ما حطيتوش في سلق الرز، انا الكركم حطيته مع الخضار علشان يبقى الرز ملون في الاخر كده اهو. ان انا لو حطيت الكركم في سلق الرز هيبقى الرز كله اصفر، انا مش عايزه الرز اصفر، انا عايزاه بصوا يبقى اهي الوانه كده. خلاص كده اهو. الرز طبعا بيبقى سخن، ببقى سلقاه على طول اول ما انا احمر الخضار، وبعد كده بغرف الرز. يا ام نيفين. الو. ايوه. ايوه، ازيك يا شيف، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، الحمد لله. انا مش ام نيفين، انا نيفين. ازيك يا نيفين، عامله ايه يا حبيبتي؟ انا الحمد لله كويسه. عينيا. بقول لحضرتك انا كنت بس عايزه اطلب منك طلب. عينيا. احنا ابتدينا الصيام. ما احنا النهارده في حلقه صيامي. بس ما احنا عايزين بس بصي يعني اكل صيامي كتير جدا على قد ما تقدري، بس معلش من عينيا. بصي لان احنا بنتعب بقى، فاهمين؟ الاكل هو اللي احنا عارفينه، فاحنا بنتعب منه. لا بصي هقول لك حاجه، انا محضره لكم وصفات مش عايزه اقول لك تحفه في الصيام ده ان شاء الله. بجد؟ نعدي حلقه بكره وبعد كده وعد، كل حلقه هيبقى فيها صنف ينفع صيامي باذن الله، بس حلقه بكره علشان انا جهزت حاجتها وعلشان النهارده الحلقه كلها صيامي، فقلت الحلقه بكره تبقى عاديه. بس بعد كده اهو كل حلقه ان شاء الله
هيبقى فيها صنف صيامي لغايه العيد باذن الله. والاصناف اللي بنعملها يعني الصنف بتاع النهارده ده ممكن كله ياكله، يعني مش شرط يبقى الواحد صايم علشان ياكله. ادي السمك هحطه على الوش، زي ما قلت احنا ممكن نحطه في الفرن وممكن ان احنا نشوحه في شويه زيت على النار. انا عارفه ان في الصيام بتبقى الاصناف قليله وبيعتمدوا كتير قوي على الحاجات المقليه، وعلشان كده دي بتبقى حاجه صعبه ان الوزن بيزيد في الاخر، المقليات كتير، فاحنا مش عايزين كده، عايزين ناخد بالنا وعايزين نعمل اكلات حلوه بس من عينيا. انا عامله لكم وصفات والله يعني حلوه جدا وان شاء الله هتعجبكم. هنبتديها كل حلقه ان شاء الله هيبقى فيه صنف صيامي او ينفع في الصيام. ده الرز اللي احنا عملناه بالخضار ومكعبات السمك، طعمه حلو وبسيط، شكله حلو جدا. هنعمل دلوقتي صنف تاني، مكرونه بالانشوجه والبتنجان. انا عايزه اعمل الصوص نفسه فيه الانشوجه والبتنجان. ادي هجيب ده هنا اهو وهقول لكم المقادير بتاعتي. كيس مكرونه مسلوقه، خلاص كيس المكرونه انا عادي 400 جرام، 3 حبات بتنجان رومي كبار مقليين ترانشات هقليهم عادي، وهستعمل علبه انشوجه بس هصفيها من الزيت بتاعها. الاسماك كلها اي زيت محفوظه فيه يستحسن ان انا ادلقه، حتى لو انا عايزه اعمل عليها زيت هحط عليها زيت جديد، لكن هصفيها سواء تونه انشوجه سردين يستحسن ان انا اصفي الزيت المحفوظه بيه، لان هو بيمتص كميه كبيره جدا من الزئبق اللي موجود في الكنز في الالومنيوم نفسه. هستعمل 4 فصوص ثوم، حزمه بقدونس، 5 حبات طماطم مبشوره، معلقتين صلصه، 3 معالق كاتشب. من تاني نقول هستعمل كيس مكرونه مسلوقه، اي نوع مكرونه عندي، هستعمل معاه 3 حبات بتنجان رومي مقليه، علبه انشوجه، 4 فصوص ثوم، حزمه بقدونس، 5 حبات طماطم مبشوره، معلقتين صلصه، و3 معالق كاتشب. خلاص اول حاجه انا هعمل ايه؟ الثوم، هحط الثوم. اول ما يصفر هنزل عليه بالانشوجه. الانشوجه ههرسها، هي النار حاميه فانا هبعدها شويه عشان الانشوجه انا عايزاها تتهرس، انا عايزه اعمل الصوص نفسه في انشوجه، انا مش عايزاها مكرونه بحبات الانشوجه، لا انا عايزه اخلي الانشوجه دي هي الصوص. خلاص اديني كده اهو بهرسها قدر الامكان، وبعدين هحط نص كميه البتنجان، وبرده بصوا هحاول اهرسهم في الصوص. خلاص كده اهو، البتنجان في الوصفه دي ممكن تكوني برضو بعد ما زي ما عملنا قبل كده، بعد ما تقليه تسقطيه في ميه مغليه ياخد غلوه واحده بحيث ينزل الزيت بتاعه، وبعد كده اشيله واحطه هنا اهو. يا فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كيف؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ ازيك انت؟ انا مهندسه الديكور على فكره. اهلا وسهلا بيكي، بحب الديكور جدا. نعم بقولك انا من محبين الديكور جدا. الله يكرمك. بحب الفن يعني طبعا، اكيد طبعا، شغلاتكم دي كلها فن. اكيد طبعا وانا مبسوطه منك قوي عشان ليكي تكات حلوه كده. الله يخليكي، ليكي حاجات كده بنستفيد منها. انا ست كبيره على فكره يعني، مهندسه. ربنا يخليك يا رب، ما شاء الله. الله يكرمك، الله يخليكي، ليكي تكات حلوه كده بتعجبني. الله يخليكي، وحاجات جديده وحاجات كلها جديده واسلوب جديد. تسلمي لي يا رب، انا مبسوطه منك قوي. ميرسي يا حبيبتي. انا على فكره انا شاطره في المطبخ برضه، اللي هو نوع من الفن. برافو. طبعا يعني. طبعا المطبخ فن قوي جدا، مش عايزه اقول لك يعني، اساليني. عينيا ليكي حضرتك. عايزاني اقول لك على حاجه؟ الخط، معلش يا ريت تكلمينا تاني. اوكي
خلاص انا قلبت البتنجان كويس مع الانشوجه والثوم. بص مش باينين الانشوجه، هحط بقى هنا ايه الطماطم اللي احنا بشرينها، وهحط الكاتشب. على فكره المكرونه دي لما بتبقى مشطشطه بتبقى احلى كتير. احنا ممكن نجيب شويه شطه، احمد نحط لها شويه شطه حمرا كده تبقى حلوه قوي. وادي الصلصه. عايزه تحطي بتنجان تاني بعد كده، مكعبات بتنجان؟ اوكي عايزه تحطيه جنبها. اوكي بس انا بصي عامله البتنجان في الصوص نفسه بحيث يبقى طعمها كلها من بيوريه البتنجان. عايزه احط شويه ملح. عشان كده انا سايبه البقدونس للاخر علشان شكلها يبقى حلو، ما تبقاش البتنجان كده مفعص فيها، ما تبقاش وحشه. لا انا عايزه يبقى الشكل في الاخر حلو. وهوريكم ازاي لما يغلي كويس قوي هنحط فيه المكرونه. يا ابتسام ميرسي. الو ايوه ايوه حبيبتي مين معاك؟ انا مدام ايه. انت مش عارفه انت مكلمينا؟ اهلا، ازيك يا مدام ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام يا قمر الحمد لله. انا على فكره معجبه بيكي جدا. الله يخليكي، ربنا يخليكي ليا. تسلمي لي يا حبيبتي. الله يخليكي. طب ممكن اسالك سؤال يا مدام؟ مش ناويه تنزلي كتاب ليكي في السوق؟ والله قريب جدا، بس انا على التصوير بس علشان اطلع صور حلوه، مش عايزه اجيب لكم صور اي كلام. انا مستنيه بس المصوره اللي هتصور لي الكتاب تفضى، عشان كل شويه انا بزن عليها تفضالي، وهنزله قريب بس انا مستنيه على التصوير والله، وقريبا ان شاء الله هننزله كده اهو. كده اهو، ربنا يستر. ادي المكرونه. اهو بقلب المكرونه في الصوص. انا هرست البتنجان ما بقاش باين خالص. بعد ما بتتغرف لازم ارش عليها البقدونس الاخضر عشان هو هيديني كونتراست فيها. انا ممكن احط شويه صغيرين معاها والباقي هحطه على الوش علشان يبقى شكلها حلو، عشان ايه ما يبقاش شكلها مش حلو. اهو كده اهو ممكن نغرفها. ادي الطبق هنغرفها وهنحط بتنجان، شويه بتنجان مقلي كده على الجوانب بتاعت الطبق كنوع من الديكوريشن، يبقى شكلها حلو. هنغرفها ونزوها بالبقدونس ونروح لفاصل عشان هم مستعجلين على الفاصل، ونرجع لكم بعد الفاصل. استنونا. مكرونه بالبتنجان اللي عملناها وزوقناها بالبقدونس، حطينا شويه بقدونس قلبناه معاها، والباقي حطيناه على الوش. دي معاها انشوجه ومعاها بتنجان، حلوه جدا وبسيطه وسهله، وكل فوائد البتنجان والانشوجه موجوده فيها. هعمل دلوقتي صنف حلو، مش هنقدر بقى نقول هو صيامي او فطاري لان هو الكل بيحبه والكل بيعمله. احنا طبعا عارفين الدونتس بتاع التفاح دي، كيكه دونت التفاح. يعني ايه؟ هي عباره عن كيكه شبيهه بين الكيك وبين الدونت بالتفاح. في المحلات الدونت كلها دونتايه كده اهو، بتبقى مقليه فرايز بالتفاح والصوص الابيض الجليز اللي عليها. الكيكه دي بين الدونت وبين الكيك. هنقول مقاديرها، بس قبل ما اقول مقاديرها انا عايزه احط التفاح مع القرفه. انا خلطاه بالقرفه عشان ما يسودش. التفاح، المكعبات، ونص كوبايه السكر هحطهم يتقلبوا علشان يطرى وينزل ميته. وادي القرفه، وهقول لكم حالا المقادير. بس اهو هقلبه على النار ينزل ميته علشان نلحق نعمل الوصفه كلها. خلاص اهو المقادير بتاعتي. هستعمل 3 تفاحات متوسطه، هقطعها مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص علشان لو المكعبات كبيره هتبقى طالعه من العجينه مش هتبقى حلوه، هضطر ان انا بعد ما اسويها اقطعها او اهرسها بشويه بالشوكه. فمن الاول بقطعها مكعبات صغيره، يبقى دي 3 تفاحات متوسطه بقطعها مكعبات صغننه.
هحطها على النار مع نص كوبايه سكر ونص معلقه صغيره قرفه. يبقى اول حاجه في المقادير عندي 3 تفاحات متوسطه مكعبات صغننه مع نص كوبايه سكر ونص معلقه صغيره قرفه. العجينه بقى بتاعتي عباره عن كوبايه ونص دقيق، كوبايه سكر، نص كوبايه عصير تفاح، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، معلقه صغيره قرفه. تاني، كوبايه ونص دقيق، كوبايه سكر، نص كوبايه عصير تفاح، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، رشه ملح، معلقه صغيره قرفه. هي ما فيهاش اي نوع من الدهون، لا فيها زيت ولا فيها اي نوع من الدهون ولا فيها بيض. طبعا اكيد البيض علشان الصيام. الجليز بتاعي عباره عن كوبايه سكر بودره ومعلقتين او 3 من عصير التفاح. اوكي، انا هعمل ايه بقى؟ نقول تاني بس المقادير علشان ايه لو ما لحقتوش تكتبوها. انا هستعمل 3 تفاحات متوسطه متقطعه مكعبات صغيره مع نص كوبايه سكر ونص معلقه صغيره قرفه. اديني حطيتهم على النار زي ما انتم شايفين، ابتدى ينزل ميته. انا هستنى بس ايه يشرب الميه شويه علشان ما تبقاش العجينه طريه زياده عن اللزوم. العجينه بتاعتي عباره عن كوبايه ونص دقيق بنخله، كوبايه سكر، نص كوبايه عصير تفاح، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، رشه ملح، معلقه صغيره قرفه. والجليز بتاعي اللي على الوش في الاخر عباره عن كوبايه سكر بودره مع معلقتين او 3 عصير تفاح. اوكي، نبتدي بقى نشتغل. هي مش محتاجه خلاط، انا هحط ام اسلام. ام اسلام، ام اسلام، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا ام، ازي صحتك؟ كله تمام، تسلم ايدك والله على كل اللي بتعمليه. ميرسي يا حبيبه قلبي. ميرسي يا حبيبتي. بقول لحضرتك، يوم الجمعه اللي فاتت كنت عامله كيكه. فكريني بيها. لا مش هفكرك لاني انا بصراحه ما شفتهاش، يعني انا خالي هو اللي شافها وقال لي عليها. اسمها ايه؟ بصي، هو انت بعد ما عجنتيها تقريبا شلتي كوبايه. افتكرتها، اللي فيها كرات جوز الهند، كور. شلتي كوبايه من الخليط وحطيتيها بعد كده. اوكي، معلش ممكن في اخر الحلقه بس تقولي لي عليها؟ اصل الكيكه دي مش عايزه اقول لك حلوه جدا. طب انا بقول لك بقى عشان انا بحب الحلويات بتاعتك قوي. خلاص اوكي، من عينيا هعيدها لك ان شاء الله. طب من عينيا يا حبيبه قلبي. معانا دميانا. الو الو. ايوه الو. ايوه دميانا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله تمام. انا بصراحه بشكرك جدا على البرنامج بتاعك. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. الاكلات بتاعتك جميله جدا. تسلمي لي يا رب. وانت زي القمر بصراحه. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي، من ذوقك والله. وبشكرك جدا على اكلات الصيام اللي بتقدميها. الله يخليكي، عامله لكم حاجات حلوه ان شاء الله السنه دي. بيقدم اكلات صيام وبيقولها ان دي اكلات صيام يعني وكده. ميرسي خالص يعني على العفو حبيبه قلبي، عينيا ليكي. ميرسي خالص، وانت زي القمر اصلا. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي، ربنا يخليكي ليا. ميرسي ليكي. ادي السكر والدقيق، هحط معاهم القرفه والبيكنج باودر. بصوا المقادير بسيطه خلاص. وادي التفاح خلاص كده اهو، مجرد شويه ميه بسيطه اللي فيه، مش هخليه ينشف يتحرق كمان عشان ما تطلعش الكيكه مش حلوه اهو. وبعدين عشان انا مقطعاه صغير كمان مش هياخد وقت على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه على الدقيق والمكونات الجافة كلها وأقلبهم، وأساعد بقى بعصير التفاح بالنص كوباية بتاعت عصير التفاح إنهم يتعجنوا كويس. بس أنا الأول هقلب التفاح مع المكونات الجافة عشان يبقى أسهل لي في التقليب وإنهم يمتزجوا كويس مع بعض. أنا مش هعمله الخلاط وإلا هيبقى التفاح عجينة. خلاص أهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين هدهن صينيه، الصينيه حوالي 22 سنتي، هدهنها كويس. او لو انت حاسه انها ممكن تلزق معاكي حطي لها ورقه زبده. بصوا اهي اتخلطت اهو، واروح حاطه العجينه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدخلها الفرن على 180، هتقعد في الفرن من نص ساعة لساعة الا تلت حسب فرنك علشان ايوه تبقى حلوة وهشة وتستوي، ما تحسش انها معجنة. ما تعمليش
اوفر ميكس، يعني ما تخلطيش كتير كتير قوي كده، هتعجن في بعضها. انا عايزاها تبقى هشه في الاخر. خلاص هي كده اهو، هدخلها الفرن زي ما قلنا من نص ساعه لساعه الا ثلث حسب حراره الفرن عندي، حسب فرني حامي مش حامي، على الرف اللي في النص، واطلعها بعد ما تطلع تبرد خالص، وبعدين بقطعها واعمل لها الجليز. الجليز بعمله بان انا اخلط السكر الباودر، احنا دي اهي السكر الباودر اللي عندنا، الكوبايه دي هخلطها بشويه عصير التفاح شويه شويه، يعني مش هحطهم كلهم مع بعض عشان ما يبقاش سايل معايا قوي، هحط شويه شويه واقلبهم، وبعدين احنا ممكن نروح لفاصل واحنا بنحطها في الفرن ونرجع علشان نحط الجليز عليهم. اه مش سيح، احنا هنحطها في الكبير ده هيبقى اسهل لي فعلا. هنطلع لفاصل نقلب فيه السكر مع العصير ونحطها في الفرن ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. بقطعها مكعبات بعد ما استوت حطيناها في الفرن، بس خدوا بالكم لازم تبرد تماما قبل ما اقطعها، وما اوصلش للاخر قوي، يعني عارفه خليها كده متقطعه بس ما توصلش للاخر تماما، وبعدين هنقطعها تاني كده اهو. مش عايزه اقول لك الكيكه دي حلوه ازاي، وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، يعني متهيالي انتوا شفتوا ما خدتش معانا وقت خالص كده اهو اهو. وبعدين هحط عليها بقى الجليز بتاعها، جبار حلو جدا، الناس كمان اللي بتحب القرفه هتلاقيها حلوه 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 اهي. بسم الله هنحط بقى الجليز عليها كده اهو، يا سلام بقى لو دخل جوه الشو دي يبقى ايه تحفه. هي هتلاقوها شبه الدونت بتاعت التفاح، عشان كده احنا سميناها كيك الدونت التفاح، هي بين الدونت وبين الكيك، يعني مش هتلاقوها كيك كيك، بين الدونت وبين الكيك. حلوه وسهله وجميله والولاد بيحبوها، وصنف سريع ومغذي ما فيهوش اي دهون خالص للناس الممنوعه من الدهون، يعني الناس اللي عندها كوليسترول دي حلوه ما فيهاش اي نوع من الدهون، هي طبعا بس فيها سكر خدوا بالكم، يعني بس الناس الممنوعه من الدهون دي بالنسبه لهم بيرفكت. وصيام اهي، ادي الكيكه بتاعتنا حلوه وسهله وسريعه. وهنقول دلوقتي الحاجات اللي اتطلبت مننا، هنعيد السلطه بتاعتنا سلطه العدس والمكرونه. انا هستعمل في السلطه دي كوبايه عدس اسمر، هسلقه مع ملح وكمون، وهكب الميه بتاعته، هقول لكم هنكب الميه ليه، لان الميه دي للناس اللي عندها قولون هتبهدلها، الميه دي كل الغازات بتاعه البقول بتنزل فيها فبتنفخ البطن جدا جدا، كل البقول ما ينفعش ان انا استعمل الميه بتاعتها، ملهاش اي لازمه ومش هتديني اي نكهه انتوا متخيلينها، علشان قالوا لي في الفاصل ان الكشري لازم يتعمل بميه سلق العدس علشان ياخد اللون بتاعه. احنا عملنا كشري من اسبوعين ثلاثه وهم هنا دقوها وشافوا انها فعلا ما بتاثرش، اللي يديكي الطعم التوابل اللي هتحطيها، الكشري او غير الكشري ما تستعمليش ميه البقول، نصيحه مني عشان ما تتعبيش. يبقى السلطه بتاعتي كوبايه عدس اسمر اللي هو بجبه مسلوق مع ملح وكمون، نص كيس مكرونه مسلوقه، الكيس اللي هو 400 جرام عادي، نص حبايه كابوتشا مفرومه خشن، حزمه جرجير، تلت كوبايه كزبره خضراء، الكزبره هي بتدي طعم حلو جدا للسلطه دي يعني ما ينفعش تستغني عنها، جزرايه كبيره مبشوره، بصله كبيره شرايح، البصله دي انا بحمرها في شويه زيت يعني تاخد لون تكرمل شويه بحيث تطلع السكر اللي فيها، حبايه طماطم كبيره مكعبات، الدريسنج بتاعي 3 فصوص ثوم، معلقتين خل بلسمك، معلقه دبس رمان، وزيت زيتون. خلاص يبقى الدريسنج 3 فصوص ثوم، معلقتين خل بلسمي، معلقه دبس رمان، وزيت زيتون، حوالي ربع كوبايه او ثلث كوبايه. مدام فاطمه اللي التليفون اتقطع كانت قالت لهم ان هي عايزه لقمه القاضي، هقول لك على طريقه حلوه قوي لقمه القاضي وان شاء الله هتنجح معاكي. كوبايتين دقيق هخلطهم مع كوبايه ونص ميه، معلقتين كبار ممسوحين نشا، النشا يا جماعه علشان يخليها تقرمش، النشا مهم في لقمه القاضي عشان يخليها مقرمشه، 3 معالق كبيره زيت، معلقه كبيره خميره فوريه، ومعلقه سكر بودره عشان يرفعها لي كويس، هيساعد ان الخميره تترفع كويس، فما تستغنوش عن معلقه سكر بودره او سكر عادي، بس السكر عادي ممكن يحبب فيها، فسكر بودره هيبقى حلو فيها. اخلطي المقادير دي كلها وحطيها ساعه تخمر في مكان دافي، يعني ولعي الفرن مثلا 10 دقائق واطفيه
وبعد كده لفي الطبقه، خصوصا ان احنا ابتدينا الجو ابتدى يبرد، لفيها وحطيها في الفرن علشان تخمر لمده ساعه. الشربات بتاعها كوبايه ونص سكر مع كوبايه ميه وعصير نص ليمونه. اوكي، دي لقمه القاضي. الكيكه اللي عملناها الجمعه اللي فاتت كيكه الرافاييلو، كيكه حلوه جدا، شكلها حلو وطعمها تحفه، يعني لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا. هي عباره عن كيكه شوكولاته، لما بقطعها بلاقي فيها كور بيضه كده، كور جوز هند. الكور دي على فكره انتوا ممكن تلونوها بالوان، يعني ممكن تبقى كوره حمراء وكوره خضراء وكوره زرقاء، يعني تدوها نوع من الالوان لو انتوا تحبوا، ممكن تسيبوها بيضه بتبقى برده حلوه جدا. المقادير بتاعتي هقول لك، اول اربع مقادير اللي انا باخد منهم الصوص: كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن، ثلاث معالق كاكاو خام. خلاص، هضرب كوبايه زيت مع كوبايه سكر مع كوبايه لبن حليب، علشان لو مش مصريين بيتفرجوا علينا، لبن حليب مش لبن الزبادي، مع ثلاث معالق كبيره كاكاو خام، هضربهم في الخلاط واشيل منهم كوبايه، كوبايه ده الصوص اللي انا هحطه عليها، اشيل كوبايه احطها في الثلاجه. بعد ما اشيل الكوبايه منهم هزود عليهم بيضتين، معلقه كبيره بيكنج باودر، فانيليا، كوبايه ونص دقيق. يبقى بعد ما شلت الكوبايه منهم هحط لهم بيضتين، معلقه كبيره بيكنج باودر، فانيليا، كوبايه ونص دقيق. هعمل ايه؟ هروح حاطه الخلطه دي تلتينها في القالب، وبعدين هرص عليها الكور، وهقول لك الكور هنعملها ازاي، وبعدين هحط عليهم التلت اللي فاضل من الخلطه بتاعت الكيك. خلاص، تلتين الخلطه في كور جوز الهند، بعدين التلت التاني، وهحطها في فرن 180 عباره عن حوالي ساعه الا ربع او ساعه الا 10 دقائق لغايه لما تستوي. كور جوز الهند دي بقى بعملها ازاي؟ كوبايه ونص جوز هند مع نص كوبايه سكر، علبه قشطه 175 جرام، معلقتين زيت من تاني، كوبايه ونص جوز هند، نص كوبايه سكر، علبه قشطه 175 جرام، معلقتين دقيق. بقلبهم كلهم مع بعض وبكورهم كور، يعني بيعملوا لي حوالي 8 او 9 كرات، اروح حطاهم في الكيكه واخبزها بيهم. بعد كده اطلعها تبرد شويه، هروح حط عليها كوبايه الصوص اللي انا شلتها، هحطها عليها، وممكن ازوقها بكور جوز هند او شويه جوز هند مبشور اللي تحبيه، وهتبقى حلوه جدا معاكي. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده، اشوفكم على خير.